شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحان سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا الذهب والبيضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والبيضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحان سلم أحباب القلب أي والله يا خانو أبي قبل ما يموت الله يرحمه كان يحكي لنا على العصمة اللي قال شو حكمونا 400 سنة والحكي بسرك يا خانو أول ما فاتوا على الشام أهل الشام حبوهن كتير كتير بلا مؤاخذة يعني الجماعة من ديانتنا إيه وصاروا يعاملوهن مثلهم مثلنا وبعدين مثل شو صار لهم هالجماعة قلبوا بفرد قلبه صاروا يظلموا بهالخلايا ويسرقوا بهالبلاد ظلم وفقر وجوع وناس يحطوها بالحبوس وناس يشنقوها وناس يحطوها على الخازوق الخازوق هيك يحطوه يبليهم بقتلهم إلهي إن شاء الله خطيته إيه والله يا خالو بعدين أهل الشام ما عاد قدروا يتحملوا بنوب بنوب
قاموا بفرد قومة. تقولي هيك رجال واحد وقام وحلفوا ميت يمين لا بكلوا ولا بملوا غير حتى يقلعوا هالعصمة اللي من بلادنا. الحمد لله قلعوهم وارتحنا منهم. أم عماد، اون كيستيون. انتي بتشوفي الفرنسيين مستعمرين مثل العثمانيين؟ يا ليش الفرنساوي عثمانلي؟ يبليني بقتلي ان شاء الله. يمكن غلطت بالحكي معي؟ لا ابدا. طيب رح اسالك سؤال ثاني. فرانس اموا نشبه العثمان؟ الله بيعلم يا خانو، بحبكم من جوات 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 قلبي. الله وكيلك. برات بابا كاميليا. شرف شرف يا سيدي. اهلا ام عماد. شرف شرف يا سيدي. سالو فرانس. سالو شيري. Imagines-tu كاميليا؟ Qu'est-ce qu'il y a؟ Les femmes de Damas ont entré la guerre. Non. Les femmes d'Amasane, comment? Nous avons découvert que les attentats étaient par deux filles. C'est pas vrai. Je te dis. Ne t'inquiète pas. En tout cas, calme-toi. Bon. Écoute-moi, Camilla. Je t'écoute. Essaie. Dans tes discours avec les femmes de Damas, parle. Oui, oui, oui. Laisse-moi cette affaire. Un prix d'argent, peut-être. D'accord. Quelle moquerie. Quelle moquerie. ما رح تقولي من أراضي الحيوان؟ برجع أقول لك يا سيدي، من أيام وشهور ما بان علي. كذابة. الله وكيلك ما بعرف وين أراضي. يعني ما عم جي على البيت؟ كيف بده يجي يوم لاحق يا سيدنا؟ طيب ماشي. والله لا قلت لك يا هون يا مو، لسه ما شافوا شيء. حاضرين الغداء. لا لا السلام عليكم يا ابو عزيز. وعليكم السلام. تفضل شيخنا، رالي هالخبر لشوف. خير يا ابو عزيز. شو خير؟ خبر بحط العائل بالكف. اللهم اجعله خير. خبر ما بيسر بنوب. شو ها؟ شو رايك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عجيب. طيب 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 لك يا رجال يا رجال يا بطايات يا اهل الشام يا اهل الامارية لك تعوا اسمعوا هالسمعة. سمعنا يا عبد القاسم. الفرنساوي حاطط جائزة 10,000 ليرة للي بيعطي معلومات عن الصبيتين. هدول مو صبيتين، هدول بطنتين. الله يحييهم ويحيي البطن اللي حملهم. آمين. الله يحيي البطن اللي حملهم. لك لازم يفهم الفرنساوي انه بنات الشام مو ساكتين كمان. صبيتين عاملين العمايل بالفرنساوي. يا عليم الله شو بيرفع الراس. ربي من عنده يحميهم. قولوا آمين. آمين يا رب. اسمعوا يا رجال. سمعنا. روحوا خبر ابو العباس بالخبر الحلو. يا بس ابو العباس لسه ما اجى على الفرن. هلا لمحته فايت على الفرن. امشي روحوا لكم. الله 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 هذا الخبر. وينك يا ابو العباس؟ بعد العمليات التخريبيه التي قام بها صبيتان دمشقيتان مجهولتي الهويه ضد عدد من الشخصيات العسكريه الفرنساويه رفيعه المستوى. شو رايك بالخبر يا عميم؟ والله يا عميم شغله بتحط العقل بالكف. لا مو بس هيك، ورسالة شديدة اللهجة الفرنساوية. اي نعم سيدي. الله يجيب العوائل سليمة. امين يا رب العالمين. والشام مطبولة من باب المحرابة، والناس مو عاطين فرحتهم لحدا، بهالصبيتين المكركبين الدنيا فوق راس الفرنساوية. لا ما صارت من قبلك رح ميت.
الحريم تهز أركان الفرنساوية؟ لك بيني وبينها لو ما كانوا موجعين هون ما كانوا أعلنوا عن هالمبلغ المحرز بالجريمة. معلوم موجعينه، لكن موجعينه ومنعنين أفطاسهم كمان. لك قولتك مين بيكونوا هالصبيتين؟ أخوات الرجال. شاميات. شاميات لك أبو حميد، شاميات والله محية أصلهم وفصلهم. لك والله شغلتهم كبيرة كبيرة كتير. تعرف لك أبو حميد اللي مو شي بيحزب النفس إنه حريم تهز عرش الفرنساوية وامثالنا قاعدين. شو قصدك؟ ما بعرف ما بعرف. تعوا يا بنات ابو طالب، تعوا تعوا اقروا شو مكتوب عليكم بهالجريده. شو الغيب عن الله؟ بعد ما رجعت من السوق فت على قهوه الحاره لقيت اثنين افنديه عم يحكوا هذا الحكي بصوت عالي. قلت لهم ان شاء الله دخلت عليهم يعطوني الجريده، جبتها مشان تقروها. سمعوها سمعوها لامرع ومطالب شو مكتوب عنكم بالجريده. بعد العمليات التخريبيه التي قامت بها صبيتان دمشقيتان مجهولتان الهويه ضد عدد من الشخصيات العسكريه الفرنسيه رفيعه المستوى، قررت السلطات الفرنسية العليا منح جائزة مادية قدرها 10,000 ليرة سورية لمن يدلي بمعلومات عن الصبيتين اللتين تقومان بالأعمال التخريبية تفيد بالقبض على الصبيتين حيتين أو ميتتين. ولي على قامتي على هالخبرية. سلام لكم من الرب الرحيم، فضائل الله والرسول على الخبرية. شبكم ناقصتوا التنتين، لازم ترفعوا راسكم ترفعوا راسكم بالشي عم يعملوها البطلتين هدول. شو هالحكي يا أبو مرعي؟ بدك يعني افرح لخبرية بتجيز موت او اسر بناتي؟ بشهر ابن مرا يقرب على ضفر ضفر من خلفة ابو طالب. هدول اخوات رجال، هدول هدول كل الشام عم تتغنى فيهم وتقول الله محيي البطل اللي حملهم. الله محييك يا ام طالب ومحيي ابو طالب. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله على الخبرية. الشام فخر العرب متن بياديهم، ما يوم جاه العدا. هالشغلة بتحط العقل بالكف يا جماعة. شو هالحكي؟ معقول؟ الله يتلطف فينا. يعني صبايا يفوتوا عبيوت العسكر؟ إيه والله لسه ما صارت. طيب شو رأيك بهالقصة أنسة كاميليا؟ بون، طالما بدأوا بعض نساء دمشق بمحاربتنا معناته الأمور رح تكون أسوأ من هيك بكتير. ناقصنا نحنا، مو ناقصنا بنوب. اي نحنا بهالكام أزعر مو مخلصين. بتعرفوا أنا ماني خايفة غير هالفصعونتين يعدوا غيرهم وتصير الشغلة موضة بقى. لا يو أعوذ بالله. يا ساتر يا رب. عشان هيك لازم نتعاون لحتى نقدر نكشف هالصبيتين ويكونوا عبرة لغيرهم. ليك ها تحنادي لك أنسة كاميليا جاهزة ومجهزة. أهلا وسهلا جميلة خانم، شرفتينا. يا صباح الورد والفل والياسمين يا كاميليا خانم. مو معقول ما أحلى كلامك. أم عماد سوي لنا قهوة إذا بتريدي. تفضلي ارتاحي بزيد فضلك. الله يشيرنا من البلا الأعظم. يبليكي بقتلك يا جميلة، ما بيجي منك غير المصايب. استجد معي شي وقلت بيجي بخبرك عن سيكاميليا. انتي بتشرفي بأي وقت. قالزي عم بسمعك. سكي من ايدي هالورقة. سيكوارسو شو هي الورقة؟ هذا عنوان واحد أزعر من يلي عم تدوروا عليهم. جابوا لي يا ما عارفي. تخبين مرسي بكم. ما بعرف كيف بدي أتشكرك. أنتي من أكثر الناس المتعاونين معي. ولو يا أنسة كاميليا، هذا واجبنا. شو صار بالقهوة يا أم عماد؟ ولي على قامتي ولي على قامتك يا رئيس. ولي على قامتي
يا ما بدر يا ما طلع اجاك ضيوف. يا اهلين وسهلين بالشباب، نور البيت والله. الحماية تبعكم بتحبكم، ما في شي من واجبكم. كوسا محشي يا مو، نزلي لهم الكوسا محشي من الكبه. هالمرة ما زبطت حظكم حلو. اشحطوا لك وين عم تشحط انت وياه؟ بعد هيك لك اتركك على حالك. لك عنك لك يمينك عنك يا عم بوسي. لك انت جاي لك وين عم يا عم بوسي شاكي انت خلص روحي راجلي كان يا عم راجلي خلاص يمينك عنك حتى تطلع له تكفى ان شاء الله تنكفى خلاص يا عم بوسي ايدك عامل لك فوتي لجوا وطلقوني شحطوا هيك بوسي لحالي بحبهم هيك سيدي بدر الدين الزين أحد المشاغبين اللي تعذبت قواتنا حتى قدرت تعتقله. شو عامل؟ طعن عدد من جنودنا ما أدى لوفاته. داعي لقتل جنودنا يا بدر؟ بدك الصراحة سيدي؟ طبعا حبيت رد لكم ياها باردة سخنة. والأسباب؟ جماعتكم قتلوا الوالد. والأسباب؟ لأنه الوالد كان يقتل فرنساوية. برافو برافو. يعني انت بتلاقيها حلوة جماعتكم يقتلوا الوالد وانا كنا على الجرح؟ واكتفيت قتل ولا لسه؟ بصراحة كنت ناوي زيد الدار تارين وقتلي 20-30 جندي، بس شوفت عينك كمشت. اخرسوا لك حيوان. مقبولة منك. اخرس. كمان مقبولة منك. بدك تخرس ولا لا؟ ولك رح تخرس ولا لا؟ يعني انت بتلاقيها اخرس. بزمتي وديني عندي غلاوتكم بغلاوة بدر الدين ابني الله يرضى عليه ويرد لي يا سالم غانم بجاه النبي محمد. وانت بسار الوالدة خالتين بدر؟ والله يرد لك بدر على قريب يا خالتين بدر. وسلمته لرب العالمين. شوف انا مو خايفة عليه زيادة، يقبر قلبي بعرفه ذكي وحدق وبيدبر حاله. والشباب خالتي مو مقصرين، عم يعملوا جهودهم كلها ليطلعوا كل الأسرة. الله يقويكم ويقويهم يا رب وينصرنا يا رب. قول آمين. آمين يا رب. وهلا أحلى برات شاي لعيونكم. يعني ما بتعرف شي عن أبو طالب؟ ما بعرف غير إنه هو كبير الحارة وتاجر سجاد سيدي. بس؟ بس سيدي. وشو بدي أعمل فيك إذا طلعت عم تكذب؟ سيدي أنا ما بكذب. طيب سيبهم. شو بتعرف عن الرجال اللي بيتعامل معهم أبو طالب؟ كمان ما بعرف شي سيدي. الصبيتين اللي عم يهاجموا رجالنا طلعوا من القنوات، شو بتقول؟ كمان ما بعرف شي. يعني ما سمعت من الأهالي مين بيكونوا هالصبيتين؟ إذا كبارية الحارة ما بيعرفوا شي، الأهالي شلون بدهم يعرفوا؟ طيب شو ردة فعل الأهالي على اللي عم يعملوه؟ ما بعرف. طيب
خلوه خلوه يعترف عن كل جرائم وجراجيم. هذا صيد احترام. شو لك؟ مشي. شي بيشرف وبيرفع الراس يا رجال، شوفوا بناتنا وشرفنا وعرضنا شو عم يسووا. الله محيي البطل. اسمعوني يا رجال، الشي اللي عملوه البنات حمل علينا كلياتنا، ونحن رجال الشام لازم نكون قد الحمل باذن الله. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. قبضوا على بدر الدين وسكوه من قلب بيته. عم قبض شو العالم؟ اكيد فساديه فساديه. ما في كلام. الله اكبر. يا الله طيب. يا عمي شو عم لك؟ ان شاء الله بتقبروا قلبي. والله والله يوم المنى يوم اللي بتتكحل عيوني بشوفه ابوكم. بس امي انا خايفه من العيب الفرنساويه اولاد الحرام، خايفه يمسكوكم وتروحوا فيها. ادعي لنا امي ادعي لنا، ما بيصير غير اللي كاتبه رب العالمين. ايه يا عم ادعي لنا. وسمعتي باذنك من عمي ابو مرعي شو عم يحكوا الناس عنا بالشام؟ بناتي تعملوا اللي ما حدا بيقدر يعمله، ما لازم نوقف الا ليطلع ابي من السجن. ايه يا عم، وبغير هالشي ما لازم نقبل. يعني انتو هيك شايفين؟ ايه يا ماما. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم ويحميكم. اقتلهم يا حرمان! اقتلهم! كفاية بني آدم، اعترف عنادك ما راح يفيدك. اللي عندي قلته. لك عنادك ما راح يفيدك يا غبي، اعترف. اللي عندي قلته. بدك تعترف غصبا عنك. قلتو! طبعا عمل الاستشارة. لا غصبا عنك! يلا تقبرني. سمي بالله ومد ايدك. شلون بده يجيني قبليه للاكل بعد ما قريت مرسال مال الشام يا خالتي؟ شلون؟ يب، لكن شو اقول انا لك خالتي وشي ووشها ليل ونهار؟ على قولت بدي عمي بدي عمي، يا يجي لعندي يا بروح لعنده. يا خالتي انا من الاساس وافقتك وبعثت لها مرسال منشان طيب خاطرها وراضيها، مو منشان تطلع لي بقصه روحتها على حالها. يب، وشو ساوي أنا لك خالتي؟ شو ساوي؟ هي اللي طلعت بهالفنطة. خالتي ابوس إيدك مشان الله، أنا براسي ألف هم وهم، بتنسي هالقصة نهائيا، أنا مو فاضي لهالقصاص. الله يا خالتي ما بعرف شو بدي أقولك، أنا صرت واقعة بين سفاقي وعم بدعي لربي ومتمنية إنه يلتقى حل يريحك ويريحها ويريحني أنا كمان من هالدوخ. يلا تقبرني، مد ايدك وكل قبل ما يبرد الاكل. مالي نفس خالتي مالي نفس. لك يا تقبرني، انا عملت الاكل من شانك وما بدك تاكل؟ طب كل ومنحكي. برحمه امك تمد ايدك. يلا you
سيدي تم مهاجمة بعض قواتنا ومعسكراتنا من قبل مجموعات المخربين، وتم نهب مخفر حي العمارة من كافة أسلحته وذخائره وقتل جميع عناصر. كمل. واللي تبين إنه هدول المجموعات مدربين بشكل محترف ومنظم. شو قصدك؟ جيوشنا غير مدربة وغير منظمة؟ العفو سيدي، أبداً ما قصدت هذا الشيء. بكل الأحوال يا فخري هذا الكلام مو مقبول تحت أي ظرف. أمرك سيدي. معك أسبوع حتى تنهي هاي المهزلة ولا ما رح تشوف خير أبداً. بس أسبوع. فخري، اللي عندي حكيته، انصرف. احترام سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. اهلين مسعد. تفضل اشرب هالدمعه. يسلموا ايديك. وامانه امانه صعبه ها، لا تدعوا لي من قلبكم. اه لك ريتوا الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. بس وينك؟ حد شو لازم بدك تزفرها ها؟ انت كلام عينك. بس الشاي مفيد كمان. غلبك فيها هي. شرف. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. شايفك مبسوط. والله كثير كثير مبسوط. بس بيني وبينك يعني في غصة. اي شو عم تعمل؟ ما عم تقلي في غصة؟ لا في غصة يعني ما كملت معي. شلون هي بقى؟ لك مو طلعت العروس اطول مني مع على مرتين؟ اه ايه بس المربح معها. شلون؟ اه ايه صحيح. يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل. الف مبروك. الف مبروك يا مسعد. الله يبارك فيك يا رب. انشغل بالي كثير من لما خبرني سواق جنابكم انه بدك ياني يعني لامر ضروري. هو فعلا امر ضروري. خير ان شاء الله. فرانس خبرني انه هنن بحاجه ل 500 بدله عسكريه وبدهم خياط شاطر وسريع، فخطرتي فورا ببالي قلت استثماري موجوده ولو. تسلمي يا انسه كاميليا، وحياه العذراء خجلتيني. انا بالخدمه بس بصراحة بعمري ما خيطت رجالي وخاصة البدلات العسكرية، يعني هدول في إلهم مقاسات وخياطين معينين. ياسر بعرف أكيد، بس فكرت إنه ممكن تستعيني بخياط رجالي. ليش لا؟ والله هيك أحرجتيني. طيب رح أحاول استعين بخياط رجالي ومنقول إن شاء الله. خلاص ست ماري، رح اعتبر الموضوع منتهي. السرعة والدقة مطلوبين، فمشان هيك ما بوثق بحدا تاني غيرك. اكيد اكيد انسة كاميليا. خلص كرمالك وكرمال جناب الكولونيل رح اعمل كل جهدي اني اخلصهم بسرعة. تخبيا معناتها الليلة بخبر فرانس انه المشروع صار الك وعندك. اتكلنا على الله. أطيب وأحلى وألذ فنجان قهوة بمستكة. تفضلي جنابي. سلام يديك يا ميت. يا ميت أهلين وسهلين. تفضلي جنابي. ذوقوا وادعوا لي، وما حدا بيقدر يعملها غير أهلنا هون بالشام. ما قلتي لي ست مريم؟ مريم شو في أخبار جديدة بالشام؟ مثل شو؟ أخبار عن المخربين والصبيتين. آه
لا لا، الموضوع لساته ببالي. انا حطيت اخبار عند كل زبوناتي ومعارفي منشان يدقسوا لي من تحت لتحت عن موضوع واماكن كل الجماعات اللي عم تحكي لي عنهم، وخص نص عن الصبيتين. عفوا، وبأقرب وقت بتكون كل المعلومات عند جنابك ان شاء الله. برايك ست ماري، مين ممكن يكونوا هالصبيتين يلي الشام كلها عم تحكي عنهم؟ ما بعرف أنسة كميل، يعني لو كنت بعرف كنت خبرتك فورا. وي أكيد بعرف، مع أنه السلطات الفرنسية سمعت أنها رح تضاعف المبلغ ل20,000. وبأكد لك أنه الموضوع كتير جدي، والسلطات الفرنسية مهتمة كتير. شو يا أبو طالب، جاهز؟ يا الله جاهز عمي. اليوم المحاكمة يا أبو طالب. طبعاً اليوم المحاكمة، محكمة فرنساوية على أرض الشام. شو عليه؟ بتهون عمي بتهون. ما في داعي للحكي هلا يا أبو طالب. إيه؟ يا أمرك الله الظالم، وما في ليل إلا بعده نهار، واليوم غير بكرة عمي، غير بكرة. جاهز؟ كل شيء على قدم الجهوزية سيدي. بدي حراسة كتير مشددة. اعتبره صار سيدي. صرف. احترامي. شايفتك مو على بعضك، في شيء؟ لا لا ما في شيء، بس الآنسة كاميليا أخته لكولونيل الأمن طلبت مني خياطة 500 بدلة عسكرية وما فيني إلا لا. يعني هلأ عندي مشكلتين لحتى تنحل القصة. خير معلمتي، لازم نشوف خياط رجالي عنده سابق معرفة. قولي هي مو مشكلة، في واحد بعرفه ببعت له العربجي منشان يجي لعندي. ها هي انحلت أول مشكلة. بقى هلأ بدنا ندور مين بده يساعدنا بالخياطة، لأنه أنا لحالي ما فيني. والله بيني وبينك يا معلمتي، لو كانوا مريم وصالحة موجودين كانت انحلت كل المشكلة. مريم وصالحة الله أعلم وين أراضيهم. إيه والله يا ستي، الله بيعلم. أمي ساوي لي نفس أرجيلة لبين ما أفكر شو بدي أعمل. أمي من عيوني التنتين.
يا ربي شو هالقصة اللي علقت فيها أنا؟ من دون شي مشغول بالي على البنات. وهي كاميليا ما في غير كل مرة بتسألني وبتطلب مني إني أتعاون معهم من شان اللي مسميينهم مخربين. هل بدهم يعني أتعاون معهم؟ بتطلع روحهم وما بقول لهم شي. يا عطرة يا عطرة دخيلك ساعديني. عم حاول أهرب من الموضوع بس ما عم بقدر. وهلأ قصة الطلبية الجديدة رح تخنقني خنق. دخيلك يا عطرة دخيلك. تفضلي. الله يسلم هالإيدين. الله يرضى عليكي ويستر عليكي دنيا آخر. روحي ربي يسعدك ويحميكي. ليلي يا عمي. هيك خالتي محسن. طمنيني خالتي شو صار؟ اطمني يا توبري خالتك اطمني. وهي مرسال من عمك حمزة. الحمد لله يا ربي الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا تقبل قلبي. تسلمي تسلمي. عود تقبرني عود. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلني مكتوبك عمي مال الشام وهرد دموعي من كلامك الحنون. وبأكد لك يا روح عمي اني كمان لا يمكن عيش بدونك. بس على قولة المثل مطرح ما بترزق الزق. حاصله عمي لما اتفضى رح اجي عشان بذات نفسي رح اخذك لعندي على حلب. بس هلا يرضى عليك طولي بالك شوي وما بعد الضيق الا الفرج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عمك حمزة. سمعتي رح يجي ياخذني لعنده. يو سمعت لكن ما سمعت يا تقبريني. الله يسعدك ويهنيك يا عمي. ايه للأول بدك خلينا نشوف الضحكة الحلوة على محياتنا. شفتي يا خالتي انه عمك حمزة مو نسيانك ابنه؟ يقبر قلبي شو حنون. مالي مصدقة خالتي انت اجي اخذي لعنده على حلب وعيش معه واتصبح واتمسى فيه طول الوقت. يقبر قلبي ان شاء الله. فتحت الجلسة. يا أبو طالب أنت متهم بمحاولة الاعتداء على فخامة الحاكم العسكري. نعم يا حضرة القاضي. يعني بتعترف بهالشيء؟ بعترف يا سيادة القاضي. وشو دوافعك؟ بصراحة يا حضرة القاضي عندي أكثر من دافع. أولا الحاكم العسكري بيمثل دولة احتلت بلادنا بالغصب والإكراه، وأنا من حقي وواجبي أني رد على هذا الاحتلال وعلى أفعالهم بالطريقة وبالمكان اللي بلاقيه مناسب. في عندك دوافع تانية؟ عندي يا جناب القاضي. تحرير أسرانا من سجون الفرنساوية. وبتعتقد أنك أنت المسؤول عن كل هالأمور هاي؟ نعم أنا واحد من المسؤولين. ومين كلفك بهالشي؟ ضميري ومحبتي لبلدي ومحبتي لناسي وأهلي وخلاني. تعرف أنك ممكن تتعاقب على هالحكي اللي حكيته؟ بعدين انت غير مخول انك تدافع عن امي. انت فيها مجرد فرد ما بتملك صلاحيه الكامله. انت هيك بتشوف يا جناب القاضي بس انا بشوف شكل تاني. تفضل. انا بشوف يا جناب القاضي انه كل ابن بلد عنده صلاحيه يحارب الاحتلال بدون تفويض وبدون توكيل من اي مخلوق على وش الارض. ترفع الجلسة لتاريخ 15 من الشهر الجاري للتشاور. العباس يا ابو العباس بين طلاله جاي مثل البرق. بشر طلال تجنت المحاكمة 15 يوم. وليش بقى؟ عمي الطالب دافع عن حاله بحاله وحكى له الرواية حط لهم أعلم بكفه وخلاهم ينطوا ما يحطوه. هذا هو زعيم الأنوار. أمين من يوم يوم الطالب. والملازم ناصير وقال لك شو صار بالمحاكمة؟ هلا اللي فهمته منه إنه عمي الطالب قال له
لو نحن اهل الشام طلعنا احتلينا فرنسا، الفرنساويه بيقعدوا بيتفرجوا علينا ولا بيدافعوا عن بلدهم وبيفعلوا مثل فعايل رجال الشام، لانه البلد ما بيصير تنضام ما دام فيها رجال وكل واحد لازم يدافع عن بلده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. انت شو صار معك كمان؟ انه عمي الطالب رافع راسه مثل النسر، ولا هم حدا ولا خايف من حدا، لا فرنساوي ولا غيره. هذا هو اللي حمله. شربونا دمعه مي يا جاج. شربونا. ابشر يا الطالب، ابشر ونحن رجال الشام. لا لا ولا لا يا بلالا شامي. الذهب والفضة بكوتي ونوحي تهون علي الصار.